تقسيش عليا يا وعدي طالع دورها من نشر احبابي ريتو ليش بنايا اطير الحمام ودي لقبري وهز الخبر وارجع عليا يا وعدي طالع دورها من نشر احبابي ريتو ليش بنايا. سلام تجريد الثانية في الكمبيتيسيون ناسيونال. العمل عملت كور ميتراج سي اون فيكسيون وربحت. شنو يحكي يعني؟ جو تريت تابو نتاع لا بيدوفيلي اللي هي معناتها العباد معناتها ينوس با يحكيو عليها اما لازم معناتها لي زونفون ولي بارون اي واحد معناتها في السوسيتي يل برون كونسيونس اللي سي با نورمال يل فو رياجير كونتر سا. سلمت جيزا الاولى جيزا احسن سيناريو في فاك. ولا العنوان العمل 1441 وهو يروي حكاية باش تصير في تونس عام 2020 معناها 1441 هو اختيار السنة الهجرية اللي هي باش تكون عام 2020. هذايا التتويج هو ان كود بوس باش معناتها وبصيص زاد من الامل تشجيع من صحابي من خويتي من جمعية متاعي اني يعني نكمل ونواصل و انبيس با لي برا. فوالا طلبت الجائزة الخاصة بقدماء الجامعة التونسية السماء للهواة، الجائزة الخاصة بالإبداع، والجائزة الثالثة في المسابقة الوطنية بالاشتراك معناتها بالمناصفة مع نادي حمام الغزاز فيلم ليبرتي مونزان. الموضوع فيلم العنكبوت اللي شاركت به هو فيلم يحكي معناتها سي اون فيكسيون تحكي على حادثة جرات ما نجمش نقول اللي هو يحكي حكاية معناها سي اون معناتها انكا صار اوكي و سويت اسوكا لا ان بيرسوناج اللي سيتروف تو سول دون سال سينما باش يعمل يلفا تروفي دون ان ايتا دو ترانس اللي يخليه يقوم بتوت اون انستالاسيون ارتستيك. ما نجمش معناتها نحكي اكثر على الفيلم معناتها الفيلم هو الشغف نتاعو في ليزيماج تو معناتها هذا سنه مقربين فيستيفال وحيد في خمسينية المهرجان وفي عشرية نادي حمام الغزاز نهدي تتويج هذا نادي حمام الغزاز والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة والحمام الغزاز الكل. الجوائز بالضبط اللي سلمتهم شنو في إطار؟ سلمت جائزة الإخراج وجائزة الثالثة في المسابقة الوطنية. الأعمال ذوما عنوان الفيلم اسمه حرية ما حررش هو فيلم أنيماسيون يدوم 5 مينوت 35 قلت لي أول مشاركة كيفاش لقيت المهرجان هذا باش تواصل يعني في الميدان هذايا في الاحتراف؟ باش نواصل الأكثرية في الميدان أماتور خاطر نلقى روحي لهنا أخير. أطير الحمام وإدي لقبري وهز الخبر وارجع عليا يا وعدي طالع دورها من نشر احبابي ريتو ليش بنايا عالحب اللي راح يا معتو سيكا حاف ستايل لكسيكا مدلع بالقادو ميزي فوق بلايز فاي خلي نقلع فوش متاش خرجنا موش برح موش فوش قدا بسارح كيف كبشة ما برح بليس بلاك بهم البيس عمك بدو الفقر ظلم الخيس خايف تنسى خالد وفيس وبرش حرار وراري بارو بكف مينة. والله المهرجان هذي معناها جيتو مش أول عام فوالا قليب يا أمنا معناها الفستيفال هذا بالرسمي ما جتخوف با لي مو بالرسمي مع خاطر في فاك يلم لي سينياست الكل يلم لي زاماتور الكل يعاون لي جون باش ينميو مواهبهم وان شاء الله مرجين صوروا حاجه ما خيب برشا وناخذوا برومي بري بوركو با معناها خمسينية هذا أنا نتصور أنه تعديت هيلة على خطر كان فيها نفس جديد كانت صفحة جديدة في تاريخ المهرجان كانت تتويج لخمسين سنة من العمل لخمسين سنة من السينما لخمسين سنة من روح الهوات
وكانت مزيج بين تجربة القدماء وبين روح النجنة مديرة وهيئة تنظيم شابة. حاجات يعني تتمنوا انهم يكونوا في التحسنون في الدورات الجايين؟ هو اكيد ما ثم حتى شيء كامل معناتها، واحنا كانوا فما بعض النقائص اللي نتمنوا انهم يتحسنوا العام الجاي، ولينا احنا باش نسعى باش يتحسنوا العام الجاي. اول حاجه ديما نقعدوا نقولوا الامكانيات، خاطر شنو هو امكانيات مهرجان كما مهرجان دولي كما مهرجان حليبيا، قدام امكانيات عده مهرجانات اخرى دوليه تونسيه والا من خارج تونس. دونك ديما تقعد الامكانيات اكبر مشكله عندنا، وعندنا زاده نحاولوا نحسنوا معناتها في بعض النقاط التنظيمية اللي ما كانتش كاملة، نحاولوا نكون عنا أكثر ضيوف أجانب، نحاولوا عنا يكون أكثر بالنسبة للأفلام جينا عدد هيد السنة، بالنسبة للماستر كلاس واللقاء يتعدوا بالباهي نقاشات الأفلام كانوا هيلين. نشكر كل الجمعيات اللي عملتنا في تنظيم المهرجان، كل أصدقاء المهرجان وكل الشركاء. تتويجات والأعمال هذيك، التتويج اليوم كان فما تتويج اللجنة الوطنية، اللجنة الدولية والجوائز الموازية. اللجنة الدولية أعطت الصخر الذهبي لفيلم من البرازيل اسمه المستقيم، كان فما زادة وجود لفيلم تونسي في البالماريس الدولي. بالنسبة للوطنية، للجنة التحكيم الوطنية والمسابقة الوطنية، كان هناك عدة جوائز من نصيب الجامعة التونسية للسينمائيين الهوات، هي حاجة باهية على عكس السنة اللي فاتت اللي كانت الجامعة لم تحظى سوى بتنويه. السنة حظت تقريبا بجميع الجوائز لأنه حصلنا في مستوى الأفلام، خدمنا على الإنتاج، خدمنا على التكوين، والخدمة هذه ظهرت في أفلامنا وظهروا أفلام الجامعة في المستوى اللي لازمهم يكونوا فيه، وبيان سور ديما يقعدوا يتحسنوا.